تضم مدينة كربلاء الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية المهمة في البلد، والتي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، ومن بينها خان العطيشي الذي يعتبر واحدا من أبرز الخانات الأثرية التي استخدمت كأماكن لاستراحة المسافرين الوافدين إلى أو عبر كربلاء، ويبعد حوالي 10 كيلومترات شمال شرق المدينة. تذكر المصادر التاريخية اللي طلعنا عليها باعتبارنا من أحد مؤرخين مدينة كربلاء، إضافة إلى ما دونه أساتذتنا الكبار عن تاريخ هذه المدينة المقدسة، بأن في كربلاء توجد عدة خانات من ضمنها خان العطيشي، وكان الهدف من تشييده هو جعل محطة استراحة للقوافل التي كانت تأتي من الهند وباكستان وأفغانستان عن طريق إيران. في خانقين كان خان شيخ بني سعد، خان آزاد بالمحمودية، ثم الخانات الموجودة ومنها خان العطيشي اللي هو يعتبر أحد الخانات الأولى عند دخولك إلى مدينة كربلاء، لأن هناك خانات أخرى. المؤرخون أكدوا أن تاريخ إنشاء الخان يعود إلى العهد العثماني في القرن 18، وشيد باستخدام الطابوق الفرشي الذي تشتهر بصناعته كربلاء منذ القدم، ويحوي الخان على أواوين وغرف متعددة الأحجام وبئرين، فضلا عن سياج خارجي محصن، إلا أن البعض من معالمه اختفت وتعرضت للانهيار والاندثار بسبب الإهمال والقصور المتعمد للحكومات المتعاقبة له. اليوم حقيقة موقع هذا الموقع يعاني كثيرا، يعني حقيقة لم يتم أعمال ترميم لهذا الموقع، للأسف الآثار قاموا بالتنقيب وصيانة لبعض المواقع التي نعتقد أنها ليس بأهمية هذا الموقع، خصوصا في الجانب الآخر هناك أثري تم حقيقة صرف يمكن بال2009 مبلغ على هذا الموقع، ولحد الآن لم يكتمل هذا. احنا حقيقة ندعو الأخوان المعنيين بهذا المجال الاهتمام بالمواقع الأثرية وبالذات موقع خان العطيشي اللي هو في مدخل القضاء. وكما ذكرنا هذا شيد بالعهد العثماني وأديمه خلال فترات معينة، وكان فيه اسطبلات وفيه مكانات آبار للماء لتقديم الخدمات إلى الزائرين الكرام. الأواوين تستعمل قلت لك قسم لحماية الخيول اللي تجر العربات، قسم للمي، قسم للعلوفة للحيوانات، إضافة إلى خانات باعتبار لغرف للزائرين الكرام. ومع الأسف لم تهتم الحكومات السابقة بإعماره وترتيبه، ونرجو إن شاء الله يكون الاهتمام به، لأن تعرف الوضع العراقي شوي الوضع الاقتصادي سيء. نعم، طبيعة بناء الخان طبعا هو الماشي أنه النظام السابق كان نظام القوس الأقواس، لأن كما تعرف ماكو سابقا مثلا شيلمان أو حديد أو صاب، طرق الخشب، وهذا بما أنه خان قديم يعني متين البناء، وكان يستعمل بناء الطاق. وكان وليش هذا حقيقة استعمل هذا بالذات؟ لأن الطاق يتكون من الطابوق الفرشي، وكربلاء مشهورة بصناعة الطابوق الفرشي منذ العهد البابلي، يعني آلاف السنين كربلاء مشهورة ولا تزال إلى يومنا هذا حيث تستعمل هذا الطابوق في تطبيق سطوح البيوت. خان العطيشي أو ما يعرف بخان العطشان قلعة أثرية مهمة تتعرض اليوم وبمرور الزمن للزوال والاندثار بسبب الإهمال الحكومي، وعلى المعنيين بالدولة إنقاذ ما تبقى منه ليبقى يحكي تاريخ وأهمية مدينة كربلاء قبل فوات الأوان. لبرنامج يوم جديد، طارق الخفاجي، كربلاء.